ارحب فيكم استاذ المشاهدين معي بحلقه جديده وتواصل جديد من برنامج سلام كويت الكويت هذا البرنامج الاجتماعي كل يوم نلتقي معكم بهالوقت وكل يوم يكون عندنا موضوع اجتماعي مهم دائما ما نطرح هذه المواضيع نحاول ان نجلب لكم المواضيع اللي فيها فايده نسلط الضوء على المواضيع الاسريه التربويه الصحيه وكذلك المواضيع اللي ممكن تفيد الاسره وكيف ممكن ان نخدم الاسره ودائما ما نراهن على الاسره الكويتيه وكيف ممكن ان نطور من أعطاء الاسره الكويتيه بجميع يعني اللي موجود فيها سواء الأم ولا الأب ولا حتى الأبناء وكل واحد ومسؤولياته وكيفية تنمية هذه المسؤوليات وشون إحنا ممكن نخلي كل فرد بهذا الأسرة قادر على أن يمارس دوره بالشكل الحقيقي بالشكل الواقعي لا غنى لنا عن التنمية وعن التدريب وفي الدول الأوروبية يعتمدون بشكل كبير على جانب التدريب ودولة الكويت أيضا في الفترة الأخيرة بدأت تسلك هذا المسار وأصبح قطاع التدريب عندها قطاع مهم جدا بل وأن حتى في الجانب التعليمي عندنا الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب، وعندنا كليات خاصه وعندنا معاهد ايضا خاصه للتدريب، ولكن يبقى يعني ايضا المجتمع متعطش لكثير من الامور المرتبطه بالجانب التدريبي. على سبيل المثال، اليوم ممكن راح نناقش ورشه مهمه جدا، وهذه الورشه من الاسره والى الاسره تناقش الكثير من الامور، وايضا اسمها مهم جدا واسمها ملفت خصوصا بهذه المناسبه اللي تمر علينا، لذلك دعوني في البدايه ارحب بضيف الكرام ونتعرف على هذه الورشه اقرب وعن كثب، ارحب بضيفتنا اللي حرصت اليوم التواصل والتواجد معنا الاستاذه فاطمه اسماعيل المطوري مدرب معتمد في التنميه البشريه حياك الله معي. وكذلك الاستاذه حوراء حيدر غضنفري مدرب معتمد في التنميه البشريه حياك الله معنا. الله يعني عندكم دوره وهذه الدوره ودي اتكلم عنها وورشه ان صح التعبير يوم كامل راح تكون عندكم اسمها جميل جدا اعتقد بانه لطيف ويعني خلال ايام قليله راح تكون هذه الورشه منطلقه مبتدئة من بمحاورها بهذه الفعاليه والمشتركين ايضا خلينا نتكلم عنها وعن ورشه ست الحبايب ورشة ست الحبايب هي ورشة مقامة تحت مظلة أكاديمية حواء للتدريب والتطوير نعم. أكاديمية حواء هدفها الأساسي هو تقديم كل ما يهم المرأة من عمر سبع سنوات إلى عمر سبعين سنة تمام. قدمنا ورش للبنات الصغار من عمر سبع سنين إلى 12 سنة قدمنا للمراهقات قدمنا لل... يعني من عمر خمسة عشر سنة وفوق واليوم استعدينا أن نقدم ورشة للأمهات بمختلف الأعمار نعم. الكل في مناسبة يوم الأم يفكر شنو يقدم حق أمه صحيح. الكل يتفنن في تقديم الهدية البعض حتى تذاكر سفر حقائب من أنواع فاخرة احنا فكرنا ليش ما نقدم مهاره للأم بهذا اليوم خاصه ان احنا نعيش في زمن مليء في التعقيدات مشاكل اليوم مو نفس مشاكل الامس مشاكل مشكلتي انا كأم مو نفس مشكلتي مشكله أمي مو نفس مشكله يدتي التطور اللي قاعد نعيشه خلى مشاكلنا اكثر تعقيد فصار الحصول على مهاره امر ضروري حضور الورش ما عاد امر ترف ولا اني بروح اسلي نفسي او اضيع وقتي صارت قضيه اني لازم اروح علشان استفيد اطور نفسي اطور ذاتي فكانت فكرتنا ان في يوم الام نقدم لها مجموعه من المهارات مهارات تساعدها في تربية أبنائها بعد ما صار في ناس وايد دخلوا في التربية تمام بالماضي كان الأم والأبو المدرسة صحيح الحين مجرد الولد يفتح الجهاز الصغير آلاف الناس ممكن الأجهزة الذكية بدأت تؤثر أي على حياتنا تؤثر وصارت جزء في تربية الأبناء صحيح. صحيح. فالأم بحاجة إلى مهارات نعم. إن شاء الله هذه المهارات راح نقدمها بأسلوب مميز في الورشة في ست الحبايب إن شاء الله تمام يعني كل ورشة تنطلق أستاذة حوراء لها هدف وهذا الهدف ممكن نحن احنا نحققه ممكن ما نحققه العديد من الورش ايضا لتنطلق ممكن ان تصل الى الهدف والبعض يخفق في وصوله الى هدفه من خلال هذه الورش المقامه، خلينا نتعرف اكثر على الهدف الاول والاخير لكم من ورشه ست الحبايب. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تفضلت اختي استاذه فاطمه احنا فكره انطلاقه هذه الدوره كانت لاهداف معينه. طبعا هي كانت مجموعه من الاهداف بس كانت يعني في مقدمتها هدف اساسي. بمناسبه هذا اليوم من باب المسؤوليه الاجتماعيه اللي تفرضها علينا ان احنا نقدم للام شيء في هذه المناسبه انه هو تكريم لها. ايا نعم. يعني كان التكريم هذا معنوي او مادي. التكريم المعنوي اللي احنا ذكرناها في هذه المناسبه ودنا ان نقدم لها مثل ما قالت مهارات وافكار واقتراحات وقواعد عامه للتعامل مع ضغوطات الحياه بحيث انها تكمل مسيرتها في الحياه المعطاءه. وفي خلينا نقول تكريم معنوي اسفه تكريم مادي بين نعم قوسين تكريم مادي نحن ما نقدر يعني يعني نوفي حقها في اي تكريم مادي لكن لان الورشه كذلك تشتمل على آه هدايا للمشاركات راح في هدايا للمشاركات لهم نعم وبحد ذاتها نفس الورشه قدمت لبعض المشاركات كهديه من ابنائهم تمام فيعني صراحه هذا الشيء جدا جميل والاجمل ان في بعض المشتركات يعني هم اهدم نفسهم هذه الورشه كهديه لهم وشركوا نفسهم وطبعا هذا الشيء يشكر عليه لنا من باب التحفيز الذات وتقدير الذات يعني هذا جانب كان وطبعا من ضمن الاهداف كذلك هو دور توعوي وتحفيز للام ان تتعرف على بعض المهارات اللي تساعدها في شحن ذاتها من جديد تمام لتكمله مسيره التربيه ورعايه الاسره خصوصا في ظل الصراعات اللي قاعد يعني نشوفها في ظل الاجهزه الحديثه في ظل التطور وكل يوم يعني الاجهزه الحديثه تطلع لنا برنامج ممكن ان يؤثر على سلوكيات ابنائنا والام تكون غير قادره على مواكبه الابناء لذلك مواكبة هي محتاجه صحيح محتاجه صحيح ولكن يعني ما نبي ندخل بالتفصيل على الاقل يعني علي خلينا نعرف ابرز المحاور اللي بتتكلمون عنها. احنا طبعا حاولنا كثر ما نقدر ان تكون الورشه خفيفه نعم علشان ما لان خاصه في اعمار كبيره جايتنا فما نبي نثقل عليهم فصارت الورشه عباره عن محورين، محورين راح عفوا اربع محاور، محورين نعم راح اقدمهم ومحورين راح تقدمهم اختي استاذه حوراء. نعم المحورين اللي راح اقدمهم راح يكون الاول شرح لنظريه سقف التوقعات ومدى تاثيرها على حياتنا. تمام والمحور الثاني راح يكون اسمه شويه غريب كيف تتخلصين من جدر الضغط تمام من جدر الضغط جدر الضغط أي. هذا مفاجاه <applause> هذا راح يكون مفاجاه اي نعم تمام وفي محورين استاذه حوراء راح تقدمهم اي طبعا المحورين اللي انا راح اقدمهم يكونوا مكملين يعني وبالتالي اكيد آه المحور الاول سعادتك طبعا احنا نوجه هذا الكلام للام سعادتك ام سعاده اسرتك من تختارين المحور الاخير راح يكون بعد سنوات من العطاء انت ايتها الام يعني اين انت الان صحيح دورك في الاسره بعد سنوات معطاء شو المطلوب يعني مم. لمكافاه هذه الام اللي مم. قدمت كل الجوانب؟ اعتقد بان اللي قاعد تتكلمون عنه مهم جدا مم. وايضا يعزز دور المراه في الاسره والمراه محتاجه على الرغم التنميه وعلى الرغم التدريب ولكن مثل هذه الورش احنا نحتاجها ما بين وقت الاخر قواكم الله على المجهود الطيب مم. عندنا تقرير صغير خلينا نشوفه ونرجع نتواصل معكم بهذا الفيديو مره عشا عشا استاذي وين عقابي؟ انت همك بس عيالك نسيتي رايلك مره واحده <applause> <applause> رجعنا مشاهدنا الكرام من بعد الفيديو اللي شفناه استاذه فاطمه خلينا نتكلم عنه شو الفيديو اللي الفيديو هذا كان تحدي أيه. كنا انا بنسوي فيديو تشويقي علشان نجذب الامهات حق ورشتنا تمام ودخلنا في تحدي شنو اسوي فيديو ما انزل دمعه من عين ام تمام. وهذا هدفنا طول الورشه نحاول قدر الامكان ان نرسم ابتسامه فما لقيت طبعا احسن من سيده الشاشه الفنانه حياه الفهد أم سوزان ام سوزان وبالذات دورها في مسلسل إلى ابي وامي مع, مع التحيه, التحية. نعم. فاخترت هذا المشهد وحطينا خلفيه اغنيه ست الحبايب نعم أستاذة <applause> حوراء قالت لي تشيلين الأغنية، زين ليش؟ قالت لي لأنها ترتبط بذكريات يمكن بعض الأمهات بأمهاتهم. صحيح، أليمة شوي. فشلنا يعني حتى حاولت أي أغنية أحطها فتقولي لا خليه بدون أغنية. صحيح. فنزلنا الإعلان والله وايد كان في تجاوب مع تفاعل كبير طبعاً. وايد تفاعل. لأنه كان يعني ملامس للواقع، يعني هذه مشاهد واقعية. احنا ما نقدر نجذب الامهات ان يحضرون هذه الورشه اذا عرضنا شيء نظري شيء مم. سطحي شيء يعني ما له تاثير، اذا شيء ملامس للواقع ويوصل الى العقل او الذهن والقلب راح يكون فعلا هو عنصر مشوق لهم. تمام وهذا شيء موجود في كل بيت. طيب، اكيد يعني كان عندكم بعض الاساليب اللي اتبعتوها علشان م. تعززون اهدافكم في الدورة شنو يعني ابرز الامور اللي استخدمتوها حتى تعزز الاهداف اللي انطلقت من اجلها هذه الورشه؟ طبعا مثل ما احنا عارفين الحين يعني الكلام النظري او الندوات اللي يعني يكون فيها كثره الكلام ما يؤثر وايد الحين وسائل الاعلام جدا متطوره صحيح سواء للصغار او الكبار لازم يكون في عنصر تشويق لازم يكون في صوت وصوره لازم يكون في مواقف مؤثره مشاهد معينه فاحنا صراحه حرصنا اساسنا تكون الورشه خفيفه الظل <applause> احنا الامهات جايبينهم ومتعني لنا فما ودنا يحسون انهم قاعدين في محاضره ومجرد انهم دور المستمع يعني ما هو ليكتشر ما هو درس لا لا ابدا ابدا راح يكون الكلام اخذوا وعطاء نسمع منهم احنا نستفيد من خبراتهم وهم كذلك صحيح خبره في الحياه آه يكون فيها عباره عن ورشه حواريه فيها تمارين جما يعني جماعيه تخدم الاهداف اللي احنا حاطينها لهذه الورشه فيها بعض المشاهد والافلام التحفيزيه يعني مسابقات نوعا ما ما ودنا نحرق الموضوع على المشاركات بس ان شاء الله تكون خفيفه في جو ممتع في يعني نوع من البهجه والمرح ان شاء الله ان شاء الله يعني الساعات اللي راح تكون بهالورشه ان شاء الله تكون ممتعه على الامهات وكذلك على المشاركات في مثل هذه الورشه اللي فعلا مهمه خصوصا في ظل كثره هذه الورش اللي تقدم والبعض اصبح تقليدي جدا يقدم فقط ماده بحته ثقيله ممكن حتى الواحد وهو قاعد يعني حتى شارد الذهن صحيح. ما ياخذ المعلومه بشكل صحيح ولكن قبل قليل يعني استاذه فاطمه كنت تتكلمين على سقف التوقعات من ضمن المحاور اللي بتتكلمين عنها وهو خفض سقف التوقعات شو المقصود فيه يعني ولا تبي خلاص حق الدوره يعني راح نعطيهم شويه <applause> رؤوس اقلام رؤوس اقلام سقف التوقعات هي نظريه موجوده بحياتنا لكن للاسف قليل جدا ويمكن نادر اللي يطبقها نعم توقعاتنا من الاخرين شنو نتوقع منهم ويمكن احنا اكثر شيء ركزنا على الام من ناحيه الابناء نعم انت كأم عطيتي شنو تتوقعين من ابنائك البعض ياخذ سقف التوقعات يكون مرتفع والبعض سقف توقعاته يكون منخفض تمام لما نرجع للمثل اللي يقول ارضاء الناس غايه لا تدرك راح نتوقع ان سقف التوقعات الاغلبيه مرتفع فبالتالي ارضائهم شيء صعب ويمكن هذا يفسر لنا حالات الزعل اللي منتشرة بمجتمعنا حالات الغضب حالات النزاع بين الاسره الواحده لأن اللي قدمت لي ما كان على مستوى توقعاتي نعم فبالورشه ان شاء الله راح نقدم لهم مجموعه مهارات انا شلون اتحكم بارتفاع السقف ويفضل اني انزل السقف مو تقليلا من شان الانسان اللي راح يقدم لي نعم. لكن علشان انا ارتاح يكون في مهاره بتقدمينها في مهاره واني استمتع باللي يقدم لي فهذه ان شاء الله مهاره راح نقدمها واعتقد راح تغير من حياه وايد من اللي راح يطبقونها. تمام. يعني اعتقد ان هناك العديد من المهارات اللي راح تنطلق بهالورشه واللي راح تحقق يعني معلومات جديده للمشتركين عندكم ولكن ان جئنا للواقع اليوم نتكلم عن الام وعن المراه يعني هناك اولويات سعاده الام وسعاده الاسره وارتباطهم بعض يعني هل عشان تكون الاسره سعيده مم. لازم تكون الام سعيده ومن يعني من الاولويه اللو هل الام ام الاسره مم. يعني اذا جئنا للتضحيات أه طبعا هذه من احد المحاور مثل ما تفضلت ان احنا الحين يعني نوعا ما ما نبي نقول عند الكل عند الاغلبيه دارج ان الام هي ام فاذا سعادتها من سعاده ابنائها أه نجاحها من نجاح ابنائها فبالتالي هي خلاص ما دام هي ام وهي منبع الحنان، وهي ملاذ للأبناء، وهي الجنة تحت أقدامها فبالتالي لازم خلاص مو مهمة سعادتها، لا. هذا رأي طبعًا مو مهمة سعادتها، هي لازم تضحي، لازم تتحمل، لازم تكون يعني مصد الدفاع لكل الهجمات، هي تتحمل البيت وبمسؤولياته، الأولاد إلى الأحفاد ممكن توصل إلى هذه المرحلة. فمو ضروري سعادة لأن هي دورها دور أم، هذا لا. رأي. إحنا في الدورة راح نطرح هل هذا الرأي يعني على محكم الصواب هل فعلا هي ام فبالتالي سعادتها مو ضروريه هل لازم نضحي بسعادة او هي جزء معلاقي. خلينا نسمع رايكم في الموضوع يعني ممكن نعطي مقدمة ان هي جزء لا يتجزا هي بالنهاية الام هي انسانة يعني لا. لها حاجات اساسية ما نقدر ننكرها سعادتها مرتبطة بسعادة الاسرة لا, يقل. لا يعطي اذا انا ما اعطيت هذه الام حاجاتها الاساسية راح تعطي تعطي وتعطي وبعدين توصل مرحلة من اللي يعطي الام؟ صحيح. صحيح يعني من اللي يعطي فانا عشان اقدر اعطي لازم انا كذلك اشبع حاجاتي الاساسيه اساس تكون سعاده اسرتي من سعادتي انا. صحيح. <applause> يعني هناك العديد من الورش اللي تقدم استاذه فاطمه <applause> واللي بعضها مرتبط في الكاريزما، في الاتيكيت، في <applause> كيفيه التواصل، في مهارات تنميه القياده وكيف اكون <applause> قيادي، وهذه كلها تنميه بشريه. اشمعنا <applause> اليوم اخترتوا العنصر النسائي وتحديدا الام بورشه ست الحبايب، حتى على مستوى المراهقين كنا نقدر نختار. <applause> نخدم الأسرة لكن ليش اليوم لما تبتخدمون الأسرة و توعون الأسرة أو ترفهون عن الأسرة اخترتوا الأم لأن الأم هي عمود الأسرة الأبو وجوده ضروري بالأسرة والله يحفظ إن شاء الله الأبهات كلهم ويرحم الأموات لكن الأبو مهما يكون يظل عنده مراحل انشغال برا البيت لأنه هو قاعد يبني أسرته ويقدم لها احتياجاته فهذا شيء طبيعي عدم وجوده في البيت لكن الظل الام هي اكثر احتكاك بابنائها اكثر عطاء حق ابنائها تقدم لهم حاجاتهم تدرسهم تلبي احتياجاتهم احيانا حتى مشاوير برا البيت هي تقوم فيها خاصه بمجتمعنا صار ضغط اكثر على الام فاذا الام ما كانت تملك مهارات اذا كانت الام ما عندها ذاك التقدير لذاتها شنو نعم. راح تقدم حق اسرتها صحيح فنحتاج ان نركز على الام انا اذا قدرت اني اقدم ام محبه لذاتها متراضيه مع ذاتها انا بالتالي راح اقدر, أقدر اقدم اسره سعيده صحيح ان يعني هذا الـ هذا الـ يعني الاساس اللي تبي تنطلقون منه طيب لو جينا حق الاسره نشوف ان الام دور الام في هذه الاسره يعني دورها هي ان تقود الابناء تربي الابناء تعلم الابناء توصلهم لمرحلة النجاح طيب وصلوا الأبناء لمرحلة النجاح م. ماذا بعد هالمرحلة خلاص توقف م. الأم وال... يعني هل هذا هو الدور الأخير لها وهذا من النقاط اللي راح تنطرح احنا عندنا مشتركات في الدورة يعني في مراحل عمرية مختلفة من الأمهات فبغض النظر عن اي مرحله عمريه اللي هي الحين الام عندها ابناء في يعني سن متقدم من سنوات من سن الدراسه واصلين او يمكن ام عندها احفاد فبالتالي هل معنات ان انا مثلا اذا عيالي وصلوا الى مرحله النجاح توظفوا مثلا او انا عيالي الحين مثلا صار انا عندي احفاد هل معنات ان انا دوره حياتي انتهت؟ او انا بعيد دوره حياتي من جديد وبربي احفادي نفس ما ربيت عيالي هل هذا دوري في الحياه؟ او انا ام عندي كانت احلام مؤجله ما قدرت يعني احققها احققها لظروف ضحيتها مثلا لظروف ان انا كانت عندي اولويات تربيه الابناء وصلتهم الى مراتب اللي ممكن اني يعني يكونون في مقام ويشرف في المجتمع فبالتالي انا اكيد عندي طموحات اكيد عندي احلام اكيد عندي اشياء ممكن اقدر يعني احققها واقوم فيها حتى لو يعني ما نقدر نقول والله لا خلاص راحت علينا الحمد لله كبرنا العيال وكبرنا لا يعني يعني لا،, لا زال في وقت لا زال في وقت تقدمي لنفسك في الدرجه الاولى واذا قدمتي حق نفسك راح تقدمين حق اسرتك وكذلك حق المجتمع الدوره اللي تشترك فيها معاكم هذه هديه لنفسها على <applause> بالضبط بالضبط يعني مجرد حضورها للدوره <applause> هذا يعتبر جانب من جوانب يعني الحاجات الاساسيه اللي هو غذاء العقل ان <applause> يعني العقل يحتاج انه يتجدد على طول المعلومات متغيره الظروف متغيره صحيح. اذا انا بظل على نفس المعلومات القديمه ما راح اقدر اواكب التطور صحيح. واحنا الحين كلنا عارفين التطور مو في ظرف يعني عقد من الزمن يعني التطور صار جدا سريع اذا انا ما قدرت اواكب راح اكون في اخر الركب صحيح, صحيح. خلال ساعات التطور يعني بالضبط صحيح. بالضبط عمليه العمليه الالكترونيه مو خلي يعني مو خليتنا نلحق بالضبط. على نلتقط انفاسنا صحيح فاطمه الكلمه الاخيره اللي توجهينها للساده المشاهدين وانتوا دوراتكم متى راح تنطلق حتى يعني نوصل لهم المعلومه اللي حاب انه يعرف اذا في مجال يشترك معاكم ما ادري اذا ايضا سكرتوا باب الاشتراك معاكم في الورشه. ورشتنا ان شاء الله راح تكون يوم السبت تاريخ 26/3 الساعه الخامسه مساء ويعني تقريبا احنا اكتمل العدد عندنا واحنا ما نفضل ناخذ اعداد كبيره علشان نقدر نتواصل ونتواصل ايه؟ معاهم اكثر يكون التواصل. احب اشكركم على استضافتكم الكريمه شرفتونا الله يسلمك واحب اشكر كل ام شاركت معانا وسواء كانت اهدت الورشه لنفسها او اهدتها الانسانه عزيزه عليها احب اشكرهم واقول حق كل الامهات كل عام وانتم بخير ومن بين هذول كل الامهات امي اقول لك كل عام وانت بخير وانا ملك يديك وصنع يديك الله يخليها لك ان شاء الله كلمه اخيره استاذه حبيت اشكركم على هذه الاستضافه كانكم وان شاء الله نكون وصلنا يعني جزء قدرنا ولو ننساهم في جزء بسيط اللي يعني يكون في دور توعوي تحفيز الامهات وفي المناسبه كذلك ان نقول حق الامهات لانكم امهات ولان الجنه تحت اقدامكم هذه الدوره لكم لانكم اساس المجتمع لان انتم عمود البيت هذه الدوره لكم فنسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الدوره ونقدم اللي يعني يحقق الاهداف وكل عام وجميع الامهات بخير. طيب انا قبل اختم معاكم هل هذه الدوره يعني راح تكون فقط موجوده في هالوقت ولا في بعد ان شاء الله مشاريع دورات قادمه عندكم؟ في <applause> إيه دورات راح تكون دورات مفاجآت لان احنا شعارنا انه مع حواء نرتقي. فراح يكون في ورش قادمه مميزه راح تناقش قضايا يعني مو مو بس من ناحيه الام مشاكل تخص الزوجه، مشاكل تخص الابناء، لمراحل عمرية مختلفة وإن شاء الله راح تكون مفاجآت حلوة حق اللي تابعونا. كل شكر وتقدير لكم يعطيكم العافية الورشة اللي راح تكون 26 ثلاثة ستة الحبايب راح تكون في الجميرة إن شاء صحيح؟ الله صحيح. فإن شاء الله يا رب هذه الدورة تتكلل بالنجاح ومن هذه الورشة إلى ورشة قادمة أفضل وإن شاء الله يا رب مزيد من العطاء لبلدنا الحبيب الكويت وتستاهل المرأة الكويتية أن نخدمها بهذه الورش كل شكر وتقدير لضيوف الكرام اللي حرصوا اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلام الكويت بداية مع الأستاذة فاطمة اسماعيل المطوري مدرب معتمد في التنمية البشرية يعطيك العافية شكرا وكل الشكر والتقدير أبو علي اللي قاعد يتابعنا وحرص <applause> أنه يكون موجود معنا الأستاذ عبد الله القبندي وتحية خاصة له وكذلك الشكر موصول للأستاذة حوراء حيدر غضنفري مدرب معتمد في التنمية البشرية يعطيك العافية شكرا الله وإن شاء الله نشوفكم بدورات قادمة إن يكون عندنا موضوع اخر مرتبط بحواء الله ما زلنا مستمرين معكم في برنامج سامي كويت هذه الفقره الاولى عندنا فقرات ايضا مهمه تابعونا من بعد الفاصل